طلابي المجتهدين، طلاب الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. درسنا اليوم الفراشة وزهرة النرجس الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصة قراءة جهرية صحيحة معبرة، يفسر معاني المفردات الجديدة من خلال السياق تفسيراً صحيحاً، يستنتج أحداث القصة والتفاصيل للفقرتين الأخيرتين استنتاجاً مناسباً. هيا نتذكر معاً أحداث القصة. قصتنا تدور حول شخصيتين رئيسيتين، وهما الفراشة والطائر. فما الأحداث التي دارت بينهما؟ رائع! حط الطائر بالقرب من الفراشة وظل يضحك عليها ساخرا منها. بعد ذلك تعجبت الفراشة من ضحك الطائر وظنت أن أمرا غريبا بها، ولكن ظل الطائر يضحك ويضحك، وذلك لعدم وجود زهرة نرجس في حديقتها. فيا ترى ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وهل ستتأثر الفراشة بموقف الطائر منها؟ هذا ما سنعرفه في درس اليوم. أبنائي، بالتأكيد قمتم بالتدريب على قراءة الجزء الأول من درس الفراشة وزهرة النرجس، واليوم سنواصل قراءة الجزء الثاني من الدرس قراءة جهرية. هيا تبعوا معي. تلفتت الفراشة حولها ونظرت في الحديقة، ثم طارت بعيدا، وتحت عينيها حفرت الدموع حفرة كبيرة بحجم الأسى الذي كانت تشعر به، وظلت تردد في نفسها: كيف أعيش في حديقة بلا زهرة نرجس واحدة؟ ولم يعد باستطاعتها أن تستمتع برائحة الورد، أو باستنشاق العبير، أو بارتشاف الرحيق، حتى ذبلت وانطفأت ألوانها الزاهية. تعجبت الفراشات التي حولها وقالت: كيف للفراشة المسكينة أن تأسى على غياب زهرة وحيدة عن حديقتها وتنسى كل الورد الجميل الذي تمتلئ به الحديقة حتى لو كانت زهرة نرجس؟ انتبهوا أحبائي لنطق بعض الكلمات، مثلا الفراشات، وقالت المسكينة، وحيدة، الجميل، الحديقة. نلحظ أن فيها حرف مد، بينما لو قرأنا الكلمات الآتية: أن، عن، كل، زهرة، لوجدنا أن الصوت قصير ولا يوجد فيها حرف مد. هيا يا أبنائي نناقش معا هذه الفقرة ونستنتج بقية أحداث القصة. ماذا فعلت الفراشة بعد سماعها كلام الطائر؟ رائع! تلفتت حولها ونظرت في الحديقة. برأيكم ما المقصود بتلفتت؟ أحسنتم، نظرت يمينا وشمالا، عما كانت تبحث الفراشة؟ ممتاز، عن زهرة النرجس. وهل وجدتها؟ بالطبع لا، لم يكن في حديقتها زهرة نرجس. بماذا شعرت في تلك اللحظة؟ أحسنتم، شعرت بالأسى. برأيكم ما المقصود بالأسى؟ انظروا معي إلى هذه الصورة، كيف يبدو الوجه؟ رائع، حزيناً. إذن ما معنى الأسى؟ ممتاز، الحزن الشديد. ماذا قالت الفراشة لنفسها؟ رائع، كيف أعيش في حديقة بلا زهرة نرجس واحدة؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ لم تستطع الاستمتاع برائحة الورد أو باستنشاق العبير. برأيكم ما المقصود بالعبير؟ هيا
لنستنتج معا في هذه الجملة. أشم عبير الزهور. إذن ما معنى العبير؟ أحسنتم، العبير الرائحة الطيبة. أخبروني، هل تحبون الروائح الجميلة ولماذا؟ نعم، لأنها تنعش النفس وتبعث على الراحة. ولم تستطع الفراشة أيضا اكتشاف الرحيق، فما المقصود بالرحيق؟ انظروا إلى الفراشة وهي ترتشف الرحيق. فما معنى ترتشف؟ أحسنتم، تمص الشراب. وهل يوجد في الأزهار شراب؟ نعم، ممتاز. وماذا نسميه؟ الرحيق. أحسنتم. هل تعلمون أن هذا الرحيق يصنع منه النحل العسل اللذيذ المفيد للإنسان؟ هذه معلومة جديدة لكم. وفي النهاية، ماذا حدث للفراشة بعد ذلك؟ رائع، ذبلت وانطفأت ألوانها الزاهية. إذن أبنائي، ما الحدث الرابع في القصة؟ أحسنتم، تأثر الفراشة وحزنها على عدم وجود زهرة النرجس. بعد حزن الفراشة الشديد وانطفاء ألوانها الزاهية، ماذا حدث؟ سنعرف في هذه الفقرة، فهيا يا أحبائي. متى تعجبت الفراشات؟ أحسنتم، عندما رأت الفراشة حزينة. وماذا قالت لها؟ رائع، كيف للفراشة أن تأسى على غياب زهرة وحيدة عن حديقتها؟ وبماذا وصفت الفراشات الفراشة الحزينة؟ رائع، بالمسكينة، لأن الحزن ظهر عليها ومنعها من الاستمتاع بالحديقة وجمالها. ولكن ما الدليل على أن الحديقة كانت تمتلئ بالورد؟ أحسنتم، قولهم كل الورد الجميل الذي تمتلئ به الحديقة. برأيكم، هل غياب زهرة النرجس يؤثر على جمال الحديقة؟ بالطبع لا. أحسنتم، وما رأيكم في تصرف الفراشة ولماذا؟ بارك الله بكم، تصرف خاطئ، لأن الحديقة فيها الكثير من الورد الجميل والأشجار والفراشات والأشياء الجميلة التي تبعث على السعادة والبهجة. ويجب علينا أن ننظر لما لدينا ولا نحزن إن فقدنا شيئا واحدا، لأن نعم الله كثيرة. إذن ما الحدث الأخير في القصة؟ ممتاز، تعجب الفراشات من حزن الفراشة رغم أنها تمتلك وردا جميلا غير زهرة النرجس. نستنتج أن الأحداث السابقة هي تأثر الفراشة وحزنها على عدم وجود زهرة النرجس، تعجب الفراشات من حزن الفراشة رغم أنها تمتلك وردا جميلا غير زهرة النرجس. والآن دعونا نرى، هل تتذكرون معاني المفردات التي شرحناها؟ يقول السؤال، اقطف من الزهرة المقابلة معاني الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية وضعها في الفراغ. سنركز على تاء، وتحت عينيها حفرت الدموع حفرة كبيرة بحجم الأسى الذي كانت تشعر به. من يتذكر معي؟ ماذا كان معنى الأسى؟ أحسنتم، نقطف ورقة الحزن. جيم، ولم يعد باستطاعتها أن تستمتع باستنشاق العبير. من يتذكر ما معنى العبير؟ أقول أشم عبير الورد، أي رائحة الورد. إذن العبير هو الرائحة الطيبة. أحسنتم. أحبتي، تعلمنا أن الحروف العربية مرتبة ترتيبا هجائيا، نبدأ بالألف ثم بالباء فالتاء فالثاء، أي أن الكلمة التي تبدأ بالألف
تأتي قبل التي تبدأ بالباء عند الترتيب كما في المعجم. لاحظوا معي كلمتي درس وكتب. كلمة درس تبدأ بالدال، وكلمة كتب تبدأ بالكاف، أي أننا عندما نريد ترتيب هذه الكلمات في المعجم فإن كلمة درس ستسبق كلمة كتب، لأن الدال تسبق الكاف في الترتيب الأبجدي. لكن إذا كان عدد حروف الكلمة أكثر من 3 أحرف، فلا بد أن نرجع الكلمة إلى أصلها الذي يتكون من 3 حروف، بحيث نحذف الحروف الزائدة والتي ليست من أصل الكلمة. مثلا كلمة الفراشة جذرها الثلاثي فرش، وكلمة استغراب جذرها الثلاثي غرب، وكلمة ارتشاف جذرها الثلاثي رشف، وكلمة بعيدا جذرها الثلاثي بعد. إذن تكون لدينا 4 جذور تبدأ بالأحرف فاء غين راء باء. كيف سيكون ترتيبها في المعجم؟ نلحظ أن الباء تسبق باقي الحروف، لذا ستسبق كلمة بعيدا باقي الكلمات وتكون الأولى، ثم الكلمة التي تبدأ بحرف الراء ارتشاف، ثم الكلمة التي تبدأ بحرف الغين استغراب، وأخيرا الكلمة التي تبدأ بحرف الفاء الفراشة. هيا عزيزي دون الكلمات وفق تسلسلها في المعجم. والآن دعونا نتذكر معا أحداث القصة بالإجابة عن الأسئلة الآتية. أولا، لماذا تغيرت مشاعر الفراشة بعد حوارها مع الطائر؟ هيا يا مجتهدين لنتذكر. ممتاز، لأن الطائر قال لها كيف يمكنك أن تعيشي في الحياة وتستمتعي دون أن تكون في حديقتك زهرة نرجس واحدة. جيم، ما الذي يحقق الفرحة والسعادة من وجهة نظر الطائر؟ رائع، وجود زهرة نرجس في الحديقة. ننتقل إلى السؤال الثاني، هيا نقرأ السؤال. هات من النص ما يدل على تأثر الحالة النفسية والشكل الخارجي للفراشة بعد حوارها مع الطائر. إذن المطلوب منا هو تحديد الحالة النفسية والشكل الخارجي للفراشة. هيا نعود إلى القصة ونبحث فيها عن حالة الفراشة النفسية، ويعني ما كانت تشعر به الفراشة عندما بحثت عن زهرة النرجس ولم تجدها. أحسنتم، حفرت الدموع حفرة كبيرة تحت عينيها ولم تعد تستمتع برائحة الزهور وعبيرها. نبحث الآن عن الشكل الخارجي. ممتاز، حتى ذبلت وانطفأت ألوانها الزاهية. ننتقل الآن إلى هاء، نقرأ السؤال. لما تعجبت الفراشات من تصرف الفراشة؟ أحسنتم، لأنها نسيت كل الورد الجميل في حديقتها وحزنت على غياب زهرة وحيدة عن حديقتها. وما الدليل من النص؟ تنسى كل الورد الجميل الذي تمتلئ به الحديقة. ممتاز، والآن نصل إلى المغزى من قصة الفراشة وزهرة النرجس، وهو الرضا بما قسم الله والثقة بالنفس واحترام الآخرين. في هذه الحصة اكتملت أحداث قصتنا، هيا يا أحبائي لنلخصها معا. الحدث الأول نزول الطائر على غصن شجرة قرب الفراشة وضحكه منها. الحدث الثاني سؤال الفراشة الطائرة عن سبب ضحكه. الحدث الثالث تعجب الطائر من الفراشة التي تخلو حديقتها من زهرة النرجس.
الحدث الرابع: تأثر الفراشة وحزنها على عدم وجود زهرة النرجس. والحدث الأخير: تعجب الفراشات من حزن الفراشة رغم أنها تمتلك ورداً جميلاً غير زهرة النرجس. بهذا نكون أنهينا درس اليوم. ألقاكم في الجزء الثالث من الدرس، فإلى اللقاء.